قلنا بأن القضية أجلت إلى ثلاثة أجوان لعدم حضور شهود، وتمت يعني نتعجب لأنها كانت القضية الأولى التي مرت في على جدول كان المفروض أن تمر يعني بين القضية الأخيرة، ولكن ننتظر ثلاثة أجوان إن شاء الله. أستاذ شحال كان كاين شهود؟ ثلاثة شهود، ولكن أقولها بأن هذه القضية فقدت من أهميتها بالنظر إلى القضية الثانية التي هيئت بصفة حتى إذا ينجح من القضية الأولى يطيح في القضية الثانية. متهم بالمادة 222 التجويب والاستعمال المزور، و 223 الادعاء بتصريحات كاذبة.